معنا مشاهدينا الكرام من بغداد هاتفيا الناشط المدني علي سعدي. مرحبا بك علي. إذا دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين إلى مليونية السحب الشرعية، كيف تجد استجابة المتظاهرين لتلك الدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر كل من يتعاون معنا ويتعاون مع هذه الثورة الحقيقية الذي كنا وما زلنا متفقين على خروجنا لأجل الإصلاح الحقيقي وتغيير هذه الحكومة الذي هذه الحكومة نهبت كل خيرات العراق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. واليوم دعونا كل المحافظات وأتت العالم والناس من جميع المحافظات تلبية إلى ساحة التحرير، وإن شاء الله سوف يكون لنا شأن حقيقي لهذه المظاهرات، ونخرج هؤلاء الذين نهبوا خيرات العراق من 2003 لهذه الساعه والحكومه لا تستجيب الينا. هذه الحكومه ليس لها شرعيه لنا. اليوم هذه الحكومه انتهت وعليها تستقيل وتقدم كل من اعتدى على المتظاهرين قانون، وتبقى هذه المظاهرات سلميه مهما كان لاخر قطره دم. لا ناتي بهم الا بالقانون الحقيقي. نعم. الناصرية والنجف شهدتا منذ أمس يومين داميين، كيف كان رد فعل المتظاهرين في بغداد مع هذه الأحداث في الناصرية والنجف وغيرها من المدن؟ نعم، نحن مع المتظاهرين السلميين، وهؤلاء قمعوا المظاهرات وجميل القائد الشمري الذي قتل أولادنا. لا يعرف بالأمس كنا نحارب داعش، واليوم يقتل اولادنا. هذا جزاء العراقيين، جزاء نطالب بحقوقنا. هذا الرجل ان يكون يسلم نفسه، وبيننا وبينه المحكمه الدوليه والعراقيه. لقد ذبح العراق بالامس واليوم. ماذا فعل الشعب العراقي؟ نطالب بحقوقنا، هاي حقوق شرعيه، وعلى الحكومه ان تستقيل. وكل ضرب العراقيين بالاطلاقات الحيه ناتي به ان شاء الله بالقانون العراقي ونجرمهم. لقد سرقوا كل اموال العراق. نحن اهل بلد السلام، نحن من علمنا العالم القراءه والكتابه، نحن بلد العراق. شباب العراقيين اليوم كلهم منتفضين بسلام من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، ويبقى العراق للعراقيين. يكفي هؤلاء الذين اتوا على الدبابات الامريكيه، فرقوا العراق، ذبحوا العراق. ايضا هناك قرارات من الحكومة لمحاولة تهدئة الشارع المنتفض، مثل إقالة رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار. يعني هل هذه القرارات برأيك يمكن أن تهدئ الشارع في بغداد والمحافظات الأخرى؟ أستاذنا العزيز لا نقبل محافظ غير محافظ هذه هزيلة. نحن نريد برمة الحكومة تقال، ونأتي بحكومة حقيقية وطنية بانتخابات ليس مسيسة. يكفي اليوم 16 سنة لا تعليم ولا صناعة ولا زراعة، وذبح العراق من الوريد إلى الوريد، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ماذا فعلنا؟ نعم واضح. ماذا فعلنا؟ فعلنا نحن بلد سلام، ونبقى سلميين إلى آخر لحظة في عمرنا. شكرا. ولا نعود إلى ديارنا حتى تتحقق مرخصتك، حتى تتحقق تفضل كل مطالب الشعب العراقي. نعم، أشكرك، شكرا جزيلا لك الناشط المدني علي سعدي من بغداد.